بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتي تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، وإلى سيادة محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق. أعرب فيهما سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة نجاح دورة كأس الخليج العربي العربي 25 لكرة القدم خليجي 25، والتي استضافتها جمهورية العراق الشقيق خلال الفترة من 6 إلى 19 من يناير لعام 2023، مشيدا سموه رعاه الله بالاستعدادات والإمكانيات الكبيرة التي وفرها البلد الشقيق لكافة المنتخبات المشاركة لاحتضان هذه الدورة، وما تميزت به من تنظيم رياضي وإداري إعلامي رفيع المستوى الذي عكس الوجه الحضاري المرموق لجمهورية العراق الشقيقة. ومثمنا سموه حفظه الله في الوقت ذاته الروح الرياضية العالية التي تحلت بها كافة المنتخبات المشاركة في هذه البطولة، متمنيا سموه رعاه الله لهما وافر الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار.